قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. يا أخوانا شوفوا الكلام ده كويس، والله الذي لا إله غيره، وأنا مسؤول من الكلام ده، إن أي علماني ما عاجبه اللي يجي هنا ده نحطه معاه تمام حجة. بس الأحزاب اللي في البلد دي وسميها لك شيوعيين، بعصيين، ناصريين، حزب أمة، كيزان شعبي، كيزان وطني، صوفية تجانية، سمانية، ختمية، أنصار سنة، جناح منوك، جناح مجكو، كل الأحزاب دي هي ضيعة البلد دي يا أخواننا. اللي بيصلحنا الدين ده، الدين ده بدون متاجرة، بدون نفاق، الصدق مع الله. ربنا قال فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. نحن الجرح ده نفتو كده لا من الدم يمرق، والناس تعرف حقيقة الشيوعيين والعلمانيين في أي جامعة من الجامعات، ونحن وراك في أي جامعة، تمشي الخرطوم معك، النيلام معك، جامعة مدني النشاشيبة معك، جامعة حلفة معك، كسلة معك، البطانة معك، أي جامعة تمشي نحن وراك، وراك يا شيوعي ما بنخليك. فمن أسوأ الثمرات بتاعت العلمانية إنهم بصورة سافرة وبكل جرأة ووقاحة دارين يغيروا في المناهج حقتنا نحن وتربيتنا الدينية بتاعت المجتمع السوداني. واحدة واحدة أصلاً نمشي قدام بأي حد، حق النصراني على ديل شنو؟ قول لي النصراني عنده حق يضع على ديل دستور هاك. انت قلت عندهم حق، عندهم حق يضعوا في الدستور بتاعهم. انا ما بتكلم على الدستور بتاعهم، انا بتكلم على الدستور بتاع ديل. طيب عندهم حق يضعوا ديل ولا ما عندهم؟ سؤال الاسلام ما الدولة؟ طيب ما الدولة الاسلام؟ الفرصة مفتوحة للحوار والنقاش، اي كادر من كوادر الحزب الشيوعي، الحزب البعثي، الحزب الناصري، اي حزب، جماعة إناي، حزب اللمة، جناح مجكو، ختمية غرب، ختمية شرق، الست مريم، اي حاجة، علماني شيوعي، اف 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 ان اس، يا زول اي حاجة، ان شاء الله تي ام تي خش باسم قوى الحرية والتغيير. وقلت ما داير دين، انت اللي جيت وشلت حق الناس المساكين ديل وغشيتهم، قلت لهم انا حاعمل ليكم وحاسوي ليكم، ها ووعودك الكاذبه زي الوعود بتاعت الكيزان، عرفتها؟ تعال ورينا العيب الاسلام شنو؟ انا سامع الناس بتنطروا قبب، لا مو قبب، انا ما شغال معاه، ده دين، ده دين، والله ما نخليه، عرفت كلامي؟ والنبي فتح عينك، احنا ما نازلين انتخابات، عرفت كلامي؟ احنا ناس غبش، غبش، اي باطل نلقاه قدامنا باذن الله بندوسه تركنا، عشان تكون فاهم. ان عندك زول عنده اثاره من علم جيبوا لنا عشان نمردغ به والوطدي بالحجج من الكتاب والسنه ان شاء الله. شيوعيه ها فكر الحادي دار يطلعكم من الدين يا شباب، يا طلبه ويا طالبات اللي بتسمعوني هنا وعبر الميديا، الشيوعيه فكر دار يطلعكم من الدين. لكن انا اتحدى اي علماني في الكون ده جيب لي نظرية علمية صحيحة متعارضة مع آية من كتاب الله أو مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جيب لي بس. ويجي كذب الليلة حرية وسلام وعدالة ودايرين مساواة بين الناس والدين ما بيلمنا فلا بد من إيجاد أمر يلمنا، والله أنتوا أجرم ناس. في الصين ماو تي سي تونغ قتل 50 مليون إنسان، ده تاريخ تنسوه يا شيوعيين؟ ماو ده شنو؟ ماو ده شنو من التابعين؟ ماو ده شيوعي ملحد. ستالين قتل كم ومعه لينين قبله قتلوا كم في الاتحاد السوفيتي؟ 250 مليون انسان، تاريخ بتقدر تنكره كمان؟ تقدر تنكره؟ لما تقول انا سيكولر علماني، اي ام ا سيكولر، معناها يو ار انتي ريليجيوس، انت ضد الدين. وهم ما فاهمنا، وليداتنا في الجامعات الواحد بيجي قاشر يقول لك طبعا نحن كعلمانيين في الاقتصاد، ما في حاجه اسمها علماني في الاقتصاد، علماني معناه انتي ريليجيوس، خلاص
انتهى الموضوع. فيكون حيا حياة الله، وعالما علم الله، ومريدا إرادة الله، وقادرا قدرة الله، ويكون الله. يا لو في واحد جمهوري يعني الكلام ده ناكره يناقشنا فوق، لو كذبنا عليك مش هفتح فينا بلاء. احنا عمرنا ما قلنا ينعل ابو زول، قلنا كده ولا قلنا ينعل القبيله الزول، كل القبائل دي بنحترمها كلها، من شمال ليه جنوب شرق ليه غرب ليه وسطها، لكن قلنا ما تعبد الا الله. القبه دي ما اله ولا بتنفع ولا بتضر، وشيخ ده ان ملكته منتحد ونفضته من التراب واديته بونش ولصقت ليه ستيكر، لا بينفعك لا بيضرك، انت زعلان ليه؟